Пляж. شفت بقى الدنيا غريبة ازاي؟ أخيراً أمي وشيرين اتفقوا. مصيبتهم فيها جمعتهم، مع ان امي كانت دايما تقول لي يا تسيبك منها ما تخليهاش تبلفك بحلاوتها دي. يا ابني اللي بيتجوز واحده بيتجوز معاها ابوها وامها، ودي ليها اهل يتفت لهم بلاد. اقول لها لا يا امه، شيرين حاجه تانية غير اهلها خالص، ده انا اللي مربيها على ايديا. بس اللي شفت معاها ايام حلوه، يعني كان لسه عندي امل بقى في الدنيا. المشكلة إني أنا قلت لها فيروس الأمل ده. أنا خفيت منه بس الفيروس فضل ماسك فيها لحد النهاردة. أنا مش عارف ليه هي مش عايز تنساني، مع إن أنا نسيتها خلاص. إيه؟ مش مصدقني؟ بص، أنا كل اللي بفكر فيه دلوقتي إن إزاي أخلع من البلد دي على خير. عايز أروح بلد أحس فيها إن أنا بني آدم عايش يا أخي، عشان ساعتها الأحلام بتصحى وبتبتدي تفكر في بكرة، وبتحب كل حاجة حواليك، أهلك وبلدك، والأهم من ده إن أنت تحب نفسك، عشان أنت لو محبتش نفسك مش هتحب بلدك. يا أخي إزاي تسألني بس فكرت في موضوع الهجرة؟ أنت مجنون؟ بلد إيه اللي تتغير؟ أوعكم فاكر إن المظاهرات دي هتغير البلد. بكره هيطلعوا لهم وهيضحكوا عليهم بكلمتين، هيقولوا لك شلنا فلان وحطينا علان. الناس هتفرح وهتسقف وهتروح بيوتها مبسوطه، بس هيفضل الظلم زي ما هو. هيفضل الفقير مش لاقي ياكل ولا لاقي حد ينصفه، وانا بقى ولا زي حالاتي هنفضل كده. ممكن حياتنا ومصيرنا يتغير لمجرد ان واحد من علية القوم قرر انه يحطنا في دماغه. مش يأس ولا نيل، انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي ركز في كلامي. انا بس بجيب لك من الاخر. ما انكرش اني فرحت ان الناس خرجت وطالبت بحقوقها، بس انا اتعودت ان لما افرح لازم اخاف. مش احنا الشعب اللي لما يضحك كتير يقول لك اللهم اجعله خير. خوتك بقى النهاردة، معلش. تصبح على خير. انت اللي مين؟ انا محمود اخ احمد، يا رب الاقيه عندك. يا محمود ازيك، انا شادي صاحب احمد، فاكرني؟ ازيك يا شادي، طمني احمد كويس؟ احمد بخير وزي الفل، هو بس معتصم في ميدان التحرير وانا سبته وجيت على هنا عشان خاطر اطمن على الاهل واجيب لي شويه حاجات ليا وليه. انت طمني عليك، انت اخبارك ايه؟ انت فين دلوقتي؟ بكلم من حته كده في كينج مريوط، بيت اضطريت ادخل استخبى فيه يعني، بس غصب عني والله يا شادي.
اصل انا هربت من سجن وادي النطرون، انا وزميل معايا في القضيه كان بيتضرب علينا نار جوه وكنا هنتورط في موضوع كده. قول لي بس مفيش وقت اوصل لاحمد ازاي؟ بص يا محمود، الشبكات زي الزفت في ميدان التحرير، فانت مش هتعرف توصل له. وانا عندي فكره كويسه، تعال انت على هنا لو جاي على اسكندريه واستناه هنا وانا نازل مصر كمان كام ساعه، خلي احمد يكلمك على هنا. وانتوا بتتحركوا كده عادي؟ مش بيقول لك في عصابات بتقطع الطريق على الناس وتقتلها؟ يا عم عصابات ايه، ما انت هربان، قتلت كام واحد لحد دلوقتي؟ اه صحيح في عصابات وفي مجرمين وفي مساجين هربانين من السجون، لكن كل حادثه بتحصل بيضربوها في الف عشان ينسوا الناس ان السبب في كل ده هو اللي خرج الناس من السجون. طب كويس ان انت طمنتني على احمد. انا بقى لي يوم بحاول اكلمه، مفيش فايده خالص ما بيردش. افتكرت البوليس مراقب الشقه. بوليس ايه يا محمود؟ الناس يا محمود هي اللي عامله لجان شعبيه عشان خاطر تحمي بيوتها. قول لي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ انا هقضي الليله عندي هنا باي طريقه، وبكره احاول اوصل اسكندريه. تمام تمام، انا هسيب لك المفتاح تحت قصريه الزرع بره باب الشقه زي ما بنسيبه كل مره. جميل، وانت لما تيجي على هنا ادخل على طول وانا هخلي احمد يكلمك بكره. طب بقول لك ايه يا شادي، معلش بس عشان معيش ورقه وقلم، عايزك تسيب لي رقم منى المحاميه على الثلاجه او على الترابيزه. اللي بالحق هي في مصر ولا في اسكندريه؟ لا منى في اسكندريه في اعتصام قائد ابراهيم، ده هتفرح اول لما تلاقيك، ده قلب عليك الدنيا هي والدك. هو انت ما كلمتش اهلك في رشيد؟ كلمهم واقول لهم ايه بس؟ اطمن امي النهارده وانا مش ضامن بكره تقرا خبر موتي في الجرايد. نفس السبب اللي قاله لاحمد. ربنا يسهل يا محمود والنظام يسقط، وساعتها ربنا مش هينصفك انت واحمد بس، هينصف كل الناس اللي ظلمتهم الدوله البوليسيه اللي قربت تقع عليه. انا لسه هستنى لحد ما النظام يسقط. بقول لك ايه يا شادي، انا عايزك تقول لمنى ان انا عايز منها خدمه، عايزها تجيب لي الباسبور بتاعي من البيت في رشيد بصنعه لطافه كده، عشان انا عايز اخلع من البلد دي. يا عم ايه الياس ده كله، حرام عليك بقى. هكلمك تاني يا شادي، ما تنساش بس تسيب لي رقم منى وخلي احمد بكره يكلمني. هكلمك تاني، سلام. يلا يلا ورايا. يا نهار اسود، ده ايه الورطه دي يا رب؟ ياض افتح. اطلع عليك. امان. ايه ده؟ اطلع اعمل لي فوق لحسن يكون حد من اهل الفيلا في الاوضه اللي فوق دي. يا ابن الفقريه مش تهيص، شايف العز يالا؟ يا فرحتي بالعز اللي احنا فيه، لو اتمسكنا واحنا بنحمله. العربيه مليانه ومعبيه تحت، هنعمل ايه بالحاجات دي؟ عندك حد يلم الليله ويحيينا بالفلوس؟ قلت لك بدل بره عشرة ما تفقرش في وشي عشان انا مش شايف. كله هيتباع حياة امك. فاكر بنت هبه يالا بتاعت كفر عش اللي انا كنت ضارب معاها عاد عرفي؟ اه. انا بقى ربطت معاها ومع ابوها الواد عطيه النتن، هشيلوا كل الحاجه اللي معانا وهيدفعوا فلوس صاحيه وقتي. نصيبك لوحدك هيكفي مزاجك تقول كده مش اقل من 3 4 شهور. ايوه بس هننفد ازاي من اللي جاري اللي على الطريق عشان نوصل بالحاجه اللي معانا وكفر عشر؟ وما تقوليش يا عسليه بالعربيه المسروقه. انت عبيط يالا؟ حد قال لك ان انا قوي اجرام؟ انا محترف، انا كنت بروح اسرع معامله في بطنها. مؤاخذه يعني الحاجه دي كلها هتخش اسكندريه وتعدي منها من غير ما نعدي على الاسفلت اساسا. ازاي بقى يا اسطى؟ هتعبي الحاجة دي كلها في كرشك؟ وحياة أمك خف الغباوة اللي أنت فيها دي عشان ما تغباش عليك على المسة، ما تزعلنيش منك، لحسن أنا لما بزعل بزعل. حقك عليا يا اسطى، حقك عليا. بطل سيالة يالا، ما أنت عارف إن الموضوع ده بيحز في نفسيته. بيتعبني القولون يا بشر. لا مؤاخذة يا اسطى، معلش، بس عايز أفهم بس حاجة. هتعدي الحاجة إزاي وتوديها لهبة وأخوها من غير ما نعدي على أسفلت أساساً؟ أقول لك إزاي. فاكر البيت سعاي بتاعت البياصة؟ البيت دي الجامدة دي اللي كنت عايز اتجوزها ورحت اتقدمت لها، بس يا ابوها رفضني ابن الرفضي ده. اه مالها دي الاخرى؟ اخوها الواد زكريا النيتن عنده مركب صيد في الملاحات. اه هيستنانا الساعة 2 بالليل على اول الملاحات قبل الكمين. 2 بالليل؟ طب ما نتحركوا بالنهار احسن، النهار له عينين وبعدين احنا مسقطين. النهار مش للي زينا حيلتها، احنا زي البوم ما نتحركش غير في الضلمه.
الليل ده بتاعنا وملكنا. ودي مؤاخذة يعني احنا هنمشي واحدة واحدة بالعربية وطافين النور لحد ما نوصلوا الملاحات، وهناك بقى نحط البضاعة اللي معانا في قلب القارب. قارب؟ قارب اللي هيشيل البلاوي المتلتلة دي؟ ده انت عايز لك ولا سفينة من بتاعة تنتانيك؟ امر فيها، ناقصاك انت راخر. احنا هننقل الحاجة واحدة واحدة ان شاء الله على 60 مرة. المهم لا مؤاخذة يعني ان احنا نفضل الحمولة دي في العشة بتاعت الواد صاحبه، نخزنها وبعدين ننقنق فيها، ننقل براحتنا واحدة واحدة. ها عندي لك حل تاني؟ يا عم ما عنديش حلول، بس بالنسبة لسعاد واخوها وصاحبه وهيبة واخوها والناس دي مش هيحكوا معانا في المصلحة دي ويقطموا لهم كم قطمة؟ لا هيوجبوا معانا انسانية، اكيد هيقطموا يا اخويا من القطمة. تعبيط ياض. وبعدين مؤاخذة يعني احمد ربنا اللي احنا فيه وهو احسن مما فيه. اديك عملت برطه في فيلن الكينج ولا حد سائل في اهلك، مش احسن من الليالي الشعبيه بتاعت اسكندريه كنا هنموتوا فيها وهنروح في طيس. يا عم حامدين وشاكرين انت هتقعد تنق لنا؟ بقول لك ايه، من دلوقتي للساعه 2 هنعملوا ايه؟ هنعملوا عيد ميلادي. مؤاخذة يعني المناسبة السعيدة دي حلت النهارده. الفيلا الجميلة دي فتحت نفسي ان انا احتفل بيه، وهو فرصة انا اعزمكم يا معفنين يا اللي اهاليكم ما كانوش يحلموا يعدوا من جنب مكان زي ده. عيشوا بقى ودلعوا نفسكم. انا لسه جاي من المطبخ، الزار صحابها لسه سايبينها امبارح، طبخين مكرونة ولحمة والتلاجة على اخرها. ده غير المفاجأة الكبيرة، مش جيني كرتونة كبيرة كاملة. أنا كنت حاسس إن ربنا هيرضينا بعد كل الشهادة. لا بيرة لا، رجالتي ما يشربوش أثناء تقضية وظيفتهم أبدا. الواد المعفن ده لما بيشرب وبيتقلها بيهيس ومبيبقاش عارف راسه من رجليه. أنا مش ناقص بلاوي. جريه يا اسطى، بيرة إيه اللي هتطير دماغي؟ دي زي الحاجة الساعة. ماشي يا عم بتاع الحاجة الساعة، بس عليا النعم، علي النعمة. لو خسعت ولا هيست واحنا بننقل الحاجة لكون رميك في الملاحات، وانت عارفني وعارف غباوتي. انا في الشغل